السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنقدم لكم فطيرة بدون فرن بالكيوي، الفواكه الجافة والشوكولاتة. نمروا المقادير إن شاء الله. أولا غنحتاجوا لجوج حبات ديال الكيوي اللي قشرتهم وقطعتهم إلى شرائح، وستين غرام ديال الزبدة، 150 غرام ديال البيسكوي، 50 غرام ديال اللوز والقرقاع، 70 غرام شوكولا أسود، و 100 غرام شوكولا أبيض. نمروا لطريقة التحضير. اولا غادي خصنا نحضروا العجينه ديالنا. ناخذوا البيسكوي ونوضعوه في كيس بنفس الطريقه اللي كتشوفوها في الفيديو، وغادي نوركوا عليه بالمدلك ديال الحلوى، او يمكن لكم ديروه في الخلاط الكهربائي. من بعد غادي ناخذوا البودره اللي حصلنا عليها ديال البيسكوي، نوضعوها في وعاء ونضيفوا لها الزبده اللي ذوبتها، ونجمعوهم مزيان حتى نحصلوا على عجينه ديال لاطارت او عجينه الفطيره. وغادي ناخذوا العجينه اللي حصلنا عليها وغادي نوضعوها في القالب ديال الفطيره اللي دهنتو بالزبده، وغادي ندخلوا لكل الثلاجه يرتاح لواحد المده ديال ساعه باش يتماسك اكثر، وغنعاودوا نخرجوها من الثلاجه بعد مرور الوقت. وغادي نوضعوا فوق منها شرائح ديال الكيوي ونضيفوا اللوز والقرقاع، ومن بعد غادي ناخذوا الشوكولا ديالنا وغادي نذوبوها في حمام مريم، ومن بعد غادي نحطوها فوق من الكيوي وهي سخونه، ونعاودوا نرجعوهم يبردوا في الثلاجه لمده ديال 3 سوايع. عاد يمكن لينا نقدمهم بعدين. نتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها، ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفه اخرى.